لازم اروح مسلم نفسي خالص، ميبقاش فيه نفس. احنا عندنا قائمة انتظار في الجراحة يمكن تصل الى سنة. الثورة قامت عشان الشعب ده يعيش. عندي 22 غرفة عمليات، منهم 4 بجراحات القلب، بيشتغلوا يوميا حتى يوم الاجازة. مفيش اي خدمة حلوة، اي مستشفى، يلا ربنا، مفيش حاجة حلوة للفلوس. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لازم نفهم. يمكن من 4 حلقات تقريبا قلنا ان احنا بنحاول في هذا البرنامج اللي بينحاز دائما لمشاكل وقضايا الناس البسطاء، الشعب المصري بالكامل، المواطنين، بنركز في هذه الحلقات المستمره معانا على ما يمكن ان نسميه وصف مصر الحالي، احوال الناس واحوال معيشتهم، لانه نحن الان بصدد اجراء انتخابات رئاسيه هي الأهم في تاريخ مصر خلال المرحلة الحديثة. ليه بنعمل ده؟ لأنه أي رئيس جاي وحيدير الأمور في مصر لابد أن يعلم جيدا أن مشاكل مصر هي مشاكل تتعلق بالحد الأدنى من الحياة. ويمكن قلنا لحضراتكم في حلقة سابقة أن المواطن المصري وصل إلى مرحلة بقت الحياة فيها صعبة جدا، لدرجة انه بيحلم انه يحصل على الحق الادنى من الحياة الطبيعية بتاعت اي انسان في الدنيا. لا يحلم المواطن المصري على بانه يعيش حياة مرفهة زي دول خارجية سواء اوروبية او عربية حوالينا، ولكن بسبب تدهور احوال معيشته على مدى اكتر من نصف قرن سابق اصبح بيحلم بالحد الأدنى. زي ما قلنا بيحلم ان هو بس يحصل على سكن متواضع جدا، ان هو يحصل على مصدر الرزق يضمن له حق الكفاف، ان هو بس ياكل ويشرب ويعلم ولاده حتى في مدارس حكومية ويتعالج في مستشفيات حكومية وفي الآخر ينام بالليل وهو مش قلقان انه بكرة الصبح ممكن ما يلاقيش فطر لولاده. هو ده هدف برنامجنا لازم نفهم طول الوقت، وارجو انكم تلتمسوا لي العذر، انا يمكن صوتي تعبان شويه لان عندي برد، لكن احاول انه ما تبانش المساله، ويعني اعذروني البرد كان تقلبات الجويه كتير فصوتي ممكن يكون ضعيف شويه. فنرجع تاني لموضوعنا، هو احنا بنحلم بايه؟ بنحلم ان احنا نعيش بني ادمين بس، مش عايزين رفاهيه. توقيت هذه الحلقات المتتابعة من لازم نفهم مقصود ومؤقت مع الانتخابات الرئاسية. من 3 حلقات قلت لحضراتكم ان احنا بنقدم هذا الكشف والوصف الدقيق لمشاكل مصر للمرشحين المحتملين للرئاسة. اي واحد عايز يتقدم للحصول على مقعد الرئاسة لازم يعرف المشاكل اللي هو بصدد التعرض ليها، وفترة حكمه مش هتكون سهلة. لكن دلوقتي بقول لكم ان المسألة ما بقتش مرشحين، بقت 2 مرشحين بس، اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي والأستاذ حمدين صباحي. خلاص رسميا حسم الأمر، أصبحت المنافسة بين حمدين صباحي والسيسي، وبالتالي حلقاتنا دي هي موجهة لكل المواطنين بالدرجة الأولى لأن هم الأهم عندنا طول الوقت، ثم إلى المرشحين الاثنين حمدين صباحي والسيسي أو السيسي وحمدين صباحي أيا كان، لأنه أي حد فيهم لازم يعرف أنه المواطن المصري مش هيقدر يستحمل أن يعيش على خارج الحياة، أن يعيش كأنه ميت. وبالتالي احنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن مشكلة الكهرباء، لأن مشكلة الطاقة في مصر هي مشكلة حاكمة خلال المرحلة المقبلة، واتكلمنا في حلقة أخرى عن الفقراء وساكني العشوائيات اللي بيحلموا وعايشين حياة معاناة وطالبين بس سكن إن شاء الله 60 متر يعيشوا فيه حياة أدمية. واتكلمنا عن مشاكل الحلقة اللي فاتت، اتكلمنا عن مشاكل الفلاحين المزارعين اللي هم الفئة الأعظم في مصر، ومشكلة الأسمدة اللي بتقابلهم طول الوقت، برضو دي قضية مطروحة أمام الرئيس المقبل والحكومات المقبلة. ثم اليوم بنتكلم عن قضية شديدة الأهمية، قضية الموت. من المؤكد أن الموت لا ينتظر الطبيب ولا ينتظر غرفة العمليات، وملايين المواطنين المصريين يا سيادة الرئيس وأنت بتستعد أنك أنت تخوض معركة انتخابية وتطرح برنامجك،
ملايين من المواطنين المصريين الآن مصابون بأمراض خطيرة جدا تستدعي جراحات دقيقة وجراحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ولكنهم يفاجئون بمصطلح مش موجود الا في مصر تقريبا، الويتنج ليست او قائمة الانتظار. تخيل ان واحد مريض على شفا الموت ما معهوش فلوس خالص يروح مستشفى خاصة او يروح حتى مستوصف او يروح اي حتة. وعلى فكرة دي مشكلة الغالبية العظمى من الشعب المصري اللي هم تحت خط الفقر او حتى من الطبقة المتوسطة، هو ما معهوش فلوس فبيروح مستشفى حكومي او معهد صحي حكومي عشان يكشف، فبيقولوا انت محتاج عملية جراحية. الطبيعي في اي حتة في العالم فوق الارض او تحت الارض ان يتقال له انت محتاج عملية جراحية هتعملها بكرة او بعده او الاسبوع الجاي. في مصر فقط يتقال له هتعملها بعد 6 أشهر او سنة او 3 شهور. هل ينتظر المرض الخطير قائمة الانتظار؟ هي دي حلقتنا النهاردة، وهنشوف مشاهد ربما تحزن البعض ولكن هذا هو الواقع، وهذا هو الواقع الذي يصعب أن يستمر. وفي ناس كتير آلاف بيموتوا لأنه دوره ما جاش في العملية الجراحية. مستحيل يا جماعة العملية الجراحية في مستشفيات الحكومة ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، يا رئيس الوزراء يا رئيس الجمهورية يا رئيس اللي جاي يا وزير الصحة، مستحيل إن احنا نتعامل مع العمليات الجراحية الخطيرة والعلاج للأمراض الخطيرة بمنطق الدور. الدور ينفع في الحج، ينفع في العمرة، ممكن ينفع في التعيين في وظيفة، ينفع في الحصول حتى على رغيف العيش في طابور، لكن مش مع الموت. طولت على حضراتكم بس خلونا نروح لفاصل ونرجع مع بعض نشوف قوائم انتظار الجراحات والعلاج في المستشفيات الحكومية وأيضا قوائم انتظار الموت. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنتابع مع بعض مناقشه قضيه شديده الخطوره، هي قضيه قوائم الانتظار على ابواب المستشفيات، انتظار العلاج او الجراحه او لا قدر الله الموت، ربنا يحفظ الجميع. خلوني ارحب بضيفي الكريمين، الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب القومي التابع لوزاره الصحه، انا دكتور منور، والدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي بوزاره الصحه. اهلا وسهلا. هو ينفع يبقى 2 دكاترة كبار قاعدين معايا وانا عندي برد كده صوتي ضايع؟ كنت ما جبتوش حاجه ليا؟ يبقى شفت معاك بقى. اي دواء عندك برد برضه. منورين. بس خلونا بقى نروح بسرعه كده نشوف التحقيق، تحقيق تلفزيوني بعنوان قوائم الانتظار. زي ما قلنا لحضراتكم قوائم الانتظار تنفع في اي حاجه في الدنيا الا في العلاج. بس اكيد في مصر المشهد مختلف. خلونا نشوف معاناة الناس ونرجع نتناقش، وعندنا حكايات كتير جدا في هذه الحلقة. لازم اروح مسلم نفسي خالص، ميبقاش في نفس. احنا عندنا قائمة انتظار في الجراحة يمكن تصل الى سنة. قائمة الانتظار يمكن في العمليات الكبرى بالذات هي اللي فيها مشكلة، لان الاماكن المحددة اللي هي بتعمل فيها العمليات والاطقم اللي بتشتغل ممكن قد تكون مش كافية. جراحات قلب الاطفال احنا في مصر عندنا مشكلة، عندنا مدة انتظار لا تقل عن 5-6 شهور، وساعات الأطفال بتبقى حالة حرجة، فاللي عنده حالة حرجة ده بياخد أولوية فبيأخر أكتر اللي حالته مش حرجة. معظم المسؤولين الحكوميين كلامهم كان بيرسى على حاجة محددة، على إنهم يعملوا جبال من السيراميك والرخام، اللي هو طريقة إنشاء المستشفيات بطريقة هات شوية فلوس وابني شوية أماكن وحط شوية أجهزة. الثورة قامت عشان الشعب ده يعيش. الوزارة الوحيدة اللي عايزة تتطهر تتطهر.
في بعض التخصصات اللي بتفترض طريقة التشخيص بتاعها وطريقة تحضير المريض انه يقعد فترة يتحضر، يعني دي اللي ممكن نلاقي فيها بعض الويتنج ليست او بعض قائم انتظار، زي جراحة القلب مثلا، زي زرع الكلى او زراعة الاعضاء. الكلى عندنا بالنسبة لنا نوع من زراعة الاعضاء. عمليات القلب دي عمليات محتاجة فلوس كتير جدا، ومحتاجة مهارات عالية، وبتحتاج وقت طويل في الشغل، وعندك عدد محدود من السراير. لما رحت على حالة الطوارئ بتاعت بالليبيات قال لي خلاص ممكن كده هنخش في قسطرة. قلت له بقالك قد ايه؟ بقالك بطوله انا داخل كده في سنة، يعني باخد العلاج لمدة سنة وهنشوف الدنيا هيحصل فيها ايه؟ ده أول ما كشفت دخلت في سنة. بالنسبة للنفقات أنا ما أعتقدش إن مفيش مشكلة معانا، إن إحنا والله لا مفيش فلوس فما تعملش، ما حصلتش خالص. المشكلة مشكلة تمويل، وإن الحد الأدنى للتمويل المقترح للعلاج في مصر 15% من الإنفاق الحكومي، اللي يعادل حوالي 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي. فاللي حصل إن مازال الإنفاق الصحي متدني جدا. إحنا في مصر هنا عندنا قائمة انتظار ومدة انتظار. أيوة عندنا، عندنا مدة انتظار في عمليات القلب، عندنا مدة انتظار في عمليات المفاصل. أنا عندي مكان وعندي 10 مستنيين، لو أنا عندي 3 أماكن هيبقوا 3 مستنين. عندنا المستشفيات الحكومية فيها حوالي 3.25 لكل 1000 مواطن، بينما حتى الهند كدولة نامية عندها 4 أضعافنا، عندها 5 أسرة لكل 1000 مواطن، مش هنقول أمريكا 10 ولا حاجة. أنا زودت عدد الأسرة بتاعتنا في الهيئة العامة للتأمين الصحي، إحنا كنا 7000 من فترة، كده وصلنا 9000 دلوقتي عدد أسرة مستشفيات التأمين الصحي. العلاج عايز علاج، يعني المستشفى عايز تعالج نفسها، سواء بقى من التنظيم، من اسلوب حتى. الاماكن القليله اللي بتعمل فيها العمليات دي، يعني جراحه القلب بتعمل في اماكن محدده، وطبعا لازم يبقى مستوى معين اللي بيعمله، مش ما ينفعش في يعني احنا كمستشفيات العامه بتاعتنا العامه والمركزيه بتاعتنا ما ينفعش يتعمل فيها، لانها مطلوب مستوى معين تقني معين وتجهيز معين، بالاضافه لتدريب معين ما بيعملوش اي حاجه. عندي 22 غرفة عمليات، منهم 4 لجراحات القلب، بيشتغلوا يوميا حتى يوم الأجازة. اللي محكوم بميزانية وموازنة بمستهلكات. تاني حاجة عدد الأسرة، يعني مثلا أنا بشغل السرير ممكن دورتين وثلاثة في اليوم، في بعض حالات بعد 6 ساعات أخرج وأدخل حالة تانية. أيضا عدد أوض الأسطرة، يعني فأنت محكوم بعدد أوض العمليات. رحت عشان أعمل الإقرار بتاع العملية دوت، بسأل برضه اللي هما اللي بيعملوه، قال لك ده بيديني سنة قدام، واللي يقول لي قدامي 6 أشهر عقبال ما يجي الميعاد. في مركز قلب مفتوح بيعمل 70 عملية في السنة، وده طبعا كلام فارغ، لأن أصلا ده المعدلات العالمية، إن الجراح الواحد المفروض ما يعملش أقل من 80 عملية عشان يبقى جراح معترف بيه. فطبعا ده معناه إن هو مركز يستغل إمكانياته اللي هي اتكلفت ملايين في تأسيسها استغلال متدني جدا، بينما في مركز تاني عنده قائمة انتظار مش أقل من 6 أشهر. في ندرة للكفاءات البشرية، دي بتكون سبب من أسباب مدة الانتظار. كشف كده هو عدد وخلاص، وامشي. هنبتدي ندخل في مستشفياتنا احنا، وفي مستشفيات عندنا برضو دخل فيها جراحة القلب، بس بالأطقم بتاعت اللي هي مدربة واللي هي شغالة بتاعت المستشفيات التعليمية أو أمانة المراكز، أو حتى الجامعة برضو هتتدخل معانا إن شاء الله عشان نخلص هذه لسة الانتظار. إنشاء مركز لجراحات القلب المفتوح عندنا هو إزاي تبني أوض وتجيب أجهزة، وما يتحطش في الاهتمام إطلاقاً للخطة البشرية. هتجيب له دكاترة منين؟ هتجيب له تمريض منين؟ هتوديهم فترات التدريب الكافية في مراكز متقدمة ازاي؟ كل المرضى اللي في الاقاليم كتير منهم بيبقى عايز يجي القاهره، وجوده في القاهره بيطول مده الانتظار. احنا بنعمل ايه؟ احنا بزود التعاقدات معايا مع الجهات المختلفه عشان احسن واقلل مده الانتظار بتاع المريض. الثقافه بتاعت الصعيد دايما يعني ان انا اروح القاهره، اروح ممكن تبقى ده سبب. السبب الثاني ممكن هناك يبقى في العمليات مش منتظمه في اوقات ورا بعض، يعني لان الفرق بتنتقل، فممكن يكون ده سبب في التقصير. ما عندناش ضمان
لكفاءة الخدمة في المستشفيات اللي بتشتغل كلها. طب افرض ان هو مات، مين اللي هيشيل الزمن؟ لما تنشئ منظومة صحية مترابطة بإمكانياتها المادية وعناصرها البشرية ونظامها الإداري والمالي وتقدم خدمات كفء، هتقدر تشغلها بكامل كفاءتها، وبالتالي هتمتص جزء كبير من قوائم الانتظار اللي على الأماكن القديمة. أعذرهم بس برضو في نفس الوقت أنا عايز أتعلم، عايز أقف، عايز أشوف أكل عيشي. تقول لا في مرضى دول، في كلمة كويسة، في معاملة كويسة، هتلاقي الناس دي خفت والله. أخطر جملة أو عبارة اتقالت في هذا التحقيق اللي قالها المواطن البسيط صبحي محمود، مريض القلب الذي ينتظر إجراء جراحة لقلبه ولم تجرى له حتى الآن، قال إنه العلاج في مصر محتاج علاج. أعتقد أن هذه الرسالة للدولة بالكامل، رسالة للمرشحين الاثنين للرئاسة، ورسالة للحكومة المصرية إنه فعلا قبل ما نعالج الناس لازم نعالج العلاج. وختم كلامه باتقوا الله في الناس، في المرضى، المعاملة كويسة. وبالفعل شيء صعب جدا ان حد يقعد منتظر انه يعمل عملية او يموت. وزي ما جه في التحقيق وشفنا اعترافات واضحة من المسؤولين انه لدينا قوائم لبعض الجراحات في مصر والمرضى، قوائم انتظار لمدة سنة. ده حتى الأطفال، أطفال الصغيرين قوائم انتظارهم متصل إلى 5 و6 أشهر. دكتور هشام، خليني أقول لك باعتبارك مسؤول عن قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة. نعم. بصراحة شديدة، إيه رأيك في اللي شفته؟ لا طبعا هو يعني في حاجات كتيرة هي ممكن تبقى صادقة، لكن احنا ما جبناش حاجه من عندنا. لا يا فندم انا ما قلتش ده، مسؤولي المستشفيات ومديرين المستشفيات والمعاهد. هو احنا لازم نعترف ان في مشكله. في مشكله. طيب احنا نعمل ايه عشان نحل؟ يعني احنا لازم نحل المشكله عشان نبقى بنطلع لقدام، لان احنا برضو ما بنقولش ان احنا كل حاجه كويسه و100% ونسكت. ما ينفعش، ما عادش ينفع الكلام ده. دلوقتي احنا المشكله دي، مشكله قوائم الانتظار، هي مشكله حقيقيه في بعض العمليات الدقيقه. يمكن عمليات القلب يمكن اتكلمنا عنها الدكتور محمد بعد شويه. لكن احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول نطور في الاماكن بتاعتنا عشان تليق بالمستوى الثالث. ايه المستوى الثالث؟ اللي هي بيجرى فيها العمليات الدقيقه. احنا دي مرحله، التطوير ده مرحله. كمان ان احنا بنحاول نعمل تجهيزاتنا واحنا ابتدينا في المراحل دي. المرحله الثالثه او الحاجه الثالثه كمان التدريب. التدريب احنا يعني دكتور عادل عوي معالي الوزير دلوقتي اعلن مشروع او اعلن برنامج قومي للتدريب بالتعاون مع الجامعات، مع كليات الطب، على اساس ان احنا هنعمل تداخل او تداخل ما بين تدريب متبادل واعطاء خدمه. يعني هو احنا ندرب الناس عندهم وكمان هم يجي يدوا خدمه عندنا عشان نوصل مستشفيات كتيره عندنا، نوصلها للمستوى الثالث اللي ممكن اجراء فيها الجراحات الدقيقه. فدي هتاخد وقت، يعني دي ممكن تاخد 6 شهور او اكتر لغايه ما نخلص القصه دي، بحيث ان احنا ننهي قوائم الانتظار خصوصا في العمليات الدقيقه، العمليات الدقيقه والعمليات الكبيره. ده اللي هو التكامل والتعاون اللي احنا بنحاول نخلصه. لكن الحاجات العاديه، العمليات العاديه، اعتقد ان قوائم الانتظار فيها ما هياش ليها. طيب انا اوكي. السؤال هنا، نعم، نحن لدينا مشكله حقيقيه. تمام. المشكلة دي ناتجة عن أسباب إيه؟ هل هو تمويل؟ نقص تمويل مالي للمنشآت الطبية وغرف العمليات والأسرة؟ ولا مشكلة إدارة موارد؟ الموارد موجودة إلى حد ما وفي مشكلة في إدارتها؟ ولا مشكلة نقص الكفاءات البشرية؟ هي يمكن تكون عامل مشترك بين الثلاثة. ممكن يبقى في عامل مشترك. يعني احنا عندنا مشكلة تمويل. لا، أقول لحضرتك يا فندم، يعني احنا دلوقتي مثلا
احنا دلوقتي بالنسبه لنا في مستشفيات احنا طورناها او ابتدت تتطور وخلاص احنا خلصنا وفتحناها، زي عندي مستشفى الناصر في الوافي، باجور في المنوفيه، في افط في هنا، مستشفيات رفعنا مستواها بتجهيزاتها. دي كلفتنا كتير عشان نخلصها، عشان نخلص ده. كمان هيبقى في مرحله عشان ندخل بيها مثلا عمليات قلب، يبقى احنا محتاجين تجهيز اعلى تاني، فده محتاج برضو تمويل تاني، ده احنا برضو مخططين ليه. التمويل طبعا بيبقى فيه مشكله في وقته، يعني انت انا معايا فلوس قد كده، فانا مطلوب مني حاجات كتيره، فانا بحط اولوياتي حسب اللي انا اقدر اعمله. دي نمره واحد. نمره اتنين برضو ال- 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 التعاون بيننا وبين الجامعات وبين المعاهد التعليميه او كده، برضو ده لسه المنظومه ما اكتملتش زي ما احنا عايزين عشان نقدر نغطي كل الحاجات دي في المستشفيات بتاعتنا. فده المرحله اللي هي جايه دلوقتي، اللي جايه ان شاء الله في 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 الايام اللي جايه بالمنظر ده. هل حضرتك تعلم وزاره الصحه تعلم انه الدستور المصري اللي استفتى عليه الشعب في 2014 بيلزم الدوله بتقديم الخدمات العلاجيه للمواطنين اللي بيحتاجوا ده بدون تاخير؟ ايوه طبعا يا فندم. هو يعني احنا دلوقتي مخالفين للدستور؟ لا يا فندم، هو في حاجتين في الدستور عشان برضو تبقى الدنيا واضحه. اولا هو زاده الموازنه او زياده الموازنه، تمام، فده هيساعدنا كتير قوي، تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين ان احنا ما نتاخرش على المواطن في اداء الخدمه. طبعا احنا ما نتاخرش، لكن هي القصه ايه؟ القصه في ترتيب الاولويات الحالات. هل المرض فيه اولويات يا دكتور؟ هقول لحضرتك. يعني مثلا يعني زي صبح ده عنده عمليه قلب، هقول لحضرتك ممكن لا قدر الله مش هو اي حد تاني، تمام، اي هي ازمه قلبيه يموت. لا يا فندم، لا، هي برضو عشان الحكايه دي فنيه شويه، يمكن الدكتور محمد عزيز اتكلمنا عنها شويه، ان اولويات دي بتبقى اللجان دي هي اللي بتحدد، لاني انهي الحاله الحرجه تتعمل دلوقتي او بكره، وانهي حاله ممكن تستنى شهر. دي تقنيه فنيه هم بيحسبوها او بناء على ده. التغطيه الماليه احنا بنغطي بنفقه الدوله او بالتامين، بنغطي ده، لكن في منظومه بحيث ان احنا بقدر ما نستطيع ان احنا ما تبقاش الامور ان العيان يضيع. دي الاساس في الموضوع. بس هو بيعاني من الام المرض وبعدين بينفق من دخله علاج طبعا وادويه في انتظار الجراحه. طبعا. هل تعلم وزاره الصحه ووزير الصحه انه من حق اي مواطن دلوقتي محتاج عمليه جراحيه لانه بيدفع ضرائب وفي ضرائب المواطنين بيدفعوها وكلها، من حقه ان يقاضي وزير الصحه عشان مش عارف يعمل عمليه؟ لا، امام القضاء؟ لا يا فندم، احنا بيبقى لينا مبررنا، يعني مش ان احنا بنقول ما يعملش، مش احنا بنقول لا ده يعمل بعد سنه، لا، الموضوع مش كده. على فكره هي قوائم الانتظار موجوده في كل حته في العالم، يعني في انجلترا في قوائم انتظار برضو، بس طبقا لحالات المريض. اصل ما انتش عندك بس في انجلترا انا عارف تجربه انجلترا في التامين الصحي وامريكا، تمام، وفرنسا وكل، تمام، بتبقى قوائم الانتظار لعمليات جراحيه مش غير عاجله بالزبط. ومش ولا تؤثر على حياه يعني مثلا حد عايز يعمل عمليه في عينه مثلا يحسن النظر، اوكي مش هتاثر على حياته، لكن التاثير على الحياه موجود هنا. تمام. بص يا فندم، يعني مثلا لما حد بيحتاج قسطره، اعتقد القسطره ما فيهاش قوائم انتظار، قسطره، لكن لما يقول قلبه مفتوح يبقى الموضوع بيبقى بيتحدد ده هيستحمل لغايه امتى عشان يعمل قلب مفتوح. يعني قصة فنية أكتر منها إدارية، فده شيء مهم ولازم نستفيد. هو في قلب مفتوح ممكن يستنى سنة يا دكتور محمد؟ إحنا بنقسم المرضى لثلاث فئات. فئة عاجلة، ده بيجي لي النهاردة في الطوارئ بيعمل النهاردة العملية، مجرد بس يجي يقول اسمه إذا كان معاه بطاقة، طبعا أنا بحتاج البطاقة أو هو منه أو من حد من المرافقين بتوعه، بعمله عملية النهاردة، بيبقى عندي حالتين ثلاثة كل يوم، لو في حالتين ثلاثه بعملهم حالات طوارئ، مفيش، وعندي الامكانيات وعندي كل المستلزمات المطلوبه. في حالات، دي حالات طوارئ، في حالات عاجله اللي هي مش ما اقدرش اقول ده حاله طوارئ، اجيب النهارده بالليل اعمله النهارده بالليل، ده باجله مثلا في حدود 3 4 اسابيع، ده ليه ويتنج ليست مختلفه عن الويتنج ليست حضرتك بتتكلم عليه. دي ويتنج ليست بتاعت الحالات العاجله مش الطوارئ، الطوارئ بتعمل في نفس اليوم، حالات العاجله بتطلع عند رئيس قسم الجراحه بيجدولها وبيوزع الحالات على كل وحده بتشتغل في كل يوم. فده في حدود 3 4 اسابيع باذن الله بكون خلصناها. عندي حالات اللي ممكن تستنى اللي هي عليها المشكله، اللي احنا بنقول بقى ممكن يستنى 6 شهور، ممكن يستنى سنه، للاسف الحالات دي ممكن زي ما حضرتك بتقول بعد فتره يجي لي طوارئ،
يجي لك طوارئ مضاعفات بتحصل. بالظبط كده، انا احترم حضرتك على الصراحه. بالظبط العيب مش عندي. انا عندي، انا كنت بشتغل باوضتين عمليات واوضه قسطره من 40 سنه في معهد القلب. في معهد القلب. تمام. دلوقتي عندي 9 اوض عمليات شغالين و6 اوض قسطره، وبشتغل ليل ونهار. عندي حالات قسطره علاجيه يوميا، بعمل من 5-6 حالات قسطره علاجيه يوميا. والدوله بتمولني على الحاله، بتديني 10,000 جنيه على الحالة قسطره العلاجيه. تمام. وحاجتي موجوده عندي في المخازن، ما عنديش مشكله. بس مش هقدر اعمل اكتر من كده. يعني انا خلاص، انا اتخنقت في المكان اللي انا فيه. اتخنقت. عندي مرضى كتير، وعندي ويتنج ليست، وبشتغل ليل ونهار. اذا فدي مشكله امكانيات حضرتك. مش امكانيات عندي، انا عندي امكانيات. انا فاهم. مشكله امكانيات في الدوله. عايز يعني بمعنى انه معهد القلب بيشتغل بكامل طاقته وزياده ان شاء الله. بالزبط. كل الاطباء والجراحين والوحدات شغاله من غير اجازات. كفاءات شغاله ليل ونهار. طيب السؤال، انا عندي استشاريين نبطشين ليل ونهار. حضرتك عندك 9 عمليات، 9 غرف جراحات و6 قسطره. و6 قسطره. بخبرتك الطويله في عمليات القلب وغيره واحتياجاتنا، معهد زي معهد القلب ده اللي هو المعهد الام او الكبير، يحتاج ايه؟ يحتاج يعمل معهد قلب في كل محافظه. في كل محافظه. احنا عندنا كام واحد دلوقتي؟ احنا اجتهدنا الفتره الاخيره دي وعملنا دلوقتي. حضرتك معلش، انا عايز بس ادي عذر للناس اللي ماسكين الوزاره. انا بفكر في القلب في معهد القلب، لكن انا ما اعرفش اساتذتنا الكبار في الوزاره واستاذ الدكتور وزير الصحه بيفكروا في ايه، عندهم اولوياتهم. انا اولوياتي ان انا اللي عليا انا اقدم مشاريع بتاعتي، وباخد توجيهات منه اعمل ايه. فانا خدت توجيهات اروح ازور 3-4 مستشفيات في القليوبيه وفي الاسكندريه والفيوم وفي قنا وهكذا. رحنا وشفنا وجهزنا البروتوكولات والتجهيزات المطلوبه لتاسيس معاهد فيها عشان نفتح افرع المعهد. عملنا والتكلفه المطلوبه وهكذا، وقدمنا ورق بكده، وخدنا وعد ان احنا هنفتح 3 مراكز في 3 حتت معينه. ان شاء الله زي ما بفهم من اساتذتنا في الوزاره دكتور هشام ومعالي الوزير ان هو بيدعم المعهد وهيفتح في افرع مختلف. انا كامكانيات بشريه اقدر اشغل 3 مراكز حكوميه تانية بامكانياتي البشريه. 3. مركز القلب بيتكلف كام؟ معهد قلب في محافظه زي الدقهليه، الفيوم، اسيوط، انا يتكلف كام؟ لا هو 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 احنا مش بنعمل مركز، احنا عندنا مستشفى قائمه. فاحنا بنعمل بعض التعديلات في اوضه العمليات عشان تبقى فيها وحده للقلب. تقريبا ممكن نخش في المستشفى الواحده ممكن نوصل تقريبا ل 8 ل 10 مليون تقريبا. 8 ل 10 مليون جنيه؟ بس انت حضرتك. طب انا عايز اسال حضرتك. طيب. معلش ما تزعلش مني يعني. مصر ده خلي بالك، ده احنا البلان ده احنا ابتدينا فيه لسه. اوكي بس ماشي. مصر ما تقدرش توفر. لا تقدر 200. انا هديها لك بس. طيب هديها لك. ما تقدرش مصر توفر، وخليكم معايا يا جماعه في الحسبه دي، مصر الكبيره دي ما تقدرش برغم ازماتنا الاقتصاديه ما تقدرش توفر 270 مليون جنيه ل 27 وحده في 27 محافظه. انا اعتبرت ان الوحده تتكلف 10 مليون مش 8. 10 مليون في 27 محافظه 270 مليون. تمام. تمام. اذا كان صندوق 30/6 اللي اتعمل من التبرعات لم 600 وشويه مليون جنيه. تمام. يعني احنا محتاجين تلت المبلغ ده تقريبا او 40% منه عشان نحل مشكله عمليات القلب. تمام. ايه اللي ما يخليش ده يحصل؟ طيب انا احب اوضح بس حاجه. ومصر الكبيره برضه ما تقدرش توفر جراحين ودكاتره فيهم وممرضين، ده احنا عندنا كليات الطب في كل حته. لا هو مش حكايه جراحين، لازم ناس فئات مدربه بطريقه معينه. وهو قال الدكتور محمد ان هو عنده القدره انه يشتغل على 3. يشتغل على 3. واحنا ابتدينا فعلا في البلان ده فعلا، يعني ابتديناه وهم نزلوا زاروا بعض المراكز اللي ممكن تتعمل تتحول فيها. يعني ما ينفعش مثلا مستشفى مركز صغير اقلبها. تمام. عملت لا، احنا في معايير معينه. فاحنا اخترنا بعض الاماكن اللي في المستشفيات دي ان دي ينفع. فزار دكتور فريق من المستشفيات التعليميه الدكتور محمد عزيز، زاروا المستشفيات دي قالوا لا دي تنفع. خلاص احنا عايزين ايه؟ هو بيحط انا عايز 1-2-3-4 كم حسبتها كذا، وده احنا اللي احنا فعلا شرعنا في ان احنا نخلصه. ثلاث وحدات قلب
في المستشفيات. احنا اللي اخترناه دلوقتي يمكن النص العام بتاعت القليوبيه، اخترنا القليوبيه اخترنا في جراحه هنا، جراحه اليوم الواحد في هنا والاباري في اسكندريه والفيوم كمان، يعني اربعه. يعني احنا محتاجين 35 مليون جنيه. صعبه عندكم الفلوس؟ احنا طبعا في نهايه السنه الماليه دلوقتي، يمكن ده بيعطلنا سنه، لكن ده معمول حسابه ان احنا ان شاء الله على اول سنه ماليه جديده هينزل معانا على طول ان شاء الله. وده انا بقول لحضرتك الـ 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 الاولويات حضرتك، احنا بنقدم المشاريع، هم بيطلبوا مننا فكر معين، بنروح نقدم مشاريع بحسب توجيهاتهم، وهم عندهم اولوياتهم بقى، يلم المشاريع يمين وشمال ويبدا يشوف بقى هو حسب الضغوط اللي عليه واحتياجاته الاكتر وعلى حسب امكانياته. هسال حضرتك سؤال وانا عجباني صراحه حضرتك، وربنا هو الشاهد علينا. اكيد اكيد. وحضرتك مع عميد معهد القلب. سؤال، نعم ام لا؟ في ناس ماتت عشان ما عرفتش تعمل عمليه في معهد القلب؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. هعرف التفاصيل بعد الفصل. قبل الفاصل سألنا سؤال خطير جدا للدكتور محمد عزيز والدكتور هشام عطا، هل في مواطنين ماتوا بسبب قوائم الانتظار في العمليات الجراحية أو في العلاج أو في العناية المركزة أو غيره؟ الاثنين أجابوا بصراحة شديدة وبصوت واحد نعم. ده مؤلم. ها؟ أكيد مؤلم أكتر على حضرتك علينا احنا طبعا. أكيد. احنا برضو زي ما قلت حضرتك، احنا بنقسم المرضى ثلاث فئات، وفي الغالب ان شاء الله يعني بيبقى لجنة بتبقى يعني ناجحة ان هي تقدر تقسم المرضى بهذه الطريقة، وبنجتهد ان احنا الحالات الطارئة والحالات العاجلة نخلصها في مواعيدها ان شاء الله. ما اقدرش اوعد ان انا في كل حالة ببقى ناجح يعني، لكن هذه الحقيقة. في حاجة برضو مبشرة بالخير يعني، في عندنا جمعيات خيرية بتاخد من الويتنج ليست بتاعتنا وتعمل في هم بيصرفوا على على المريض، وبيكلفوا بالمستشفيات خاصه، وبيكلفوا المرضى بيبقى حاجه على قد التكلفه يعني. وبيعملوا والناس بتشتغل، ودي برضو حاجه بتريحنا، بتخفف من علينا. بيبقى اول رد فعل المريض او عائلته لما نقول له انه العمليه بتاعتك هتستنى كام شهر او سنه، بيبقى رد فعلهم ايه بصراحه؟ والله انا لما بيجي لي حد بجتهد اشوف ده يتعمل فين. في انا بقدر احول على شبين الكوم، اقدر احول على الزقازيق، في مستشفيات هناك معينه الحاله اللي انا شايف ان دي ممكن تتعمل هناك اكلم ناس هناك وابعته يتعمل هناك. الحاله اللي اقول لا ده لازم تعمل في المعهد بجيبه وبقسمه بالطريقه اللي بقول لحضرتك عليها دي. وفي النهايه بنجتهد مع كل حاله على حده يعني، بنبعت مطروح مرسى مطروح، بنبعت يعني انا عندنا حلول برضو، مش كل حاجه، بس هو ساعات المريض تقول له روح مرسى مطروح اعمل عمليه، يقول لك لا يخاف. يقول لك انا عايز اعمل في المعهد في المركز الرئيسي. بالظبط. احساسك ايه كطبيب لما يجي مريض ونديله موعد في قائمه الانتظار، وبعدين زي ما قلت حضرتك يجي لك بعد كده في الطوارئ لان حالته تدهورت، ويموت او ما يموتش، يعني الفكره مع تدهور الحاله وربنا يحفظ ويحمي الجميع، احساسك ايه؟ احساس عجز، احساس ما فيش في ايديك حاجه؟ انا مش عايز اقول ان انا فقدت الاحساس، لكن لحد كبير احساس سيء جدا. زي بقول لحضرتك برضو بجتهد، انا شايف حضرتك متاثر. بجتهد ان المريض احاول احوله. انا عندي 3-4 مستشفيات احنا مشغلينهم، زي ما بقول لحضرتك شبين الكوم، في الزقازيق، في ناس من عندنا بتشتغل في دمنهور، في مرسى مطروح، وفي غير الثلاث اربع مستشفيات اللي هنعمل دي هتبقى مراكز. اخر حاله ماتت بسبب قائمه الانتظار ايه؟ هو الموت ملوش يعني دي الحقيقه احنا ما بنعرفش كده، احنا ما بنعرفش لما يعني نفسي بعرف كل يروح ما يرجعش. لا احنا بنتصل بالمريض نلاقيه عمل عمليه مثلا تبع جمعيه فلانيه، تمام، او راح قدر ناس متبرعين اتبرعوا له عمل عمليه خاصه، او اللي حضرتك بتقول عليه او مات، بنتصل بيقول له تعالى لما يجي دوره، يجي دور بتقول له تعالى، فيتقال لكم انه عملها في جمعيه خيريه سين، او حد تبرع عليه، او مات.
اهله بيقولوا ايه في الوقت ده؟ مات وخلاص ولا بندعي له وخلاص؟ هنعمل ايه؟ احساس صعب على اي طبيب. طبعا. طيب تعال نشوف مع بعض، عشان انا شايف حضرتك كطبيب، انا عارف ان مفيش في ايديكم كتير، هي دوله ومحتاجه من اللي بيحكموها واللي بيديروها، محتاجه مننا كلنا. ممكن اقول حاجه؟ ها اتفضل. انا ما عنديش نقص، انا ده اللي عايز أقل. انا عايز اقول ان الدوله بتعمل لي كل حاجه. انا بعمل قرارات كومسيون بتوصل لي في مواعيدها، علاج التامين الصحي فلوسه بتوصل لي في مواعيدها، هو ده اللي مقوم المعهد في اطار المتاح دلوقتي، في اطار احتياجاتي كامله. احتياجاتك بس المفروض يكون في معاهد تانية. بس كده، هو ده بس كده. ما هو ده ده, ده, ده المشكله هنا دلوقتي. ما هو دكتور انا فاهم، ما هو بدل ما يجي لحضرتك 100 حاله في اليوم، انا بقول اي ارقام، لو في معاهد اخرى يجي لك 20 تعملهم. بس كده بس، جميل. انما القوائم دي اللي بيموت منها ناس بسبب عدم وجود اسرة اخرى او غرف عمليات اخرى او عناية اخرى او قسطرة اخرى. طب تعال نشوف المشكلة بالارقام ونرجع تاني. دي بيانات ومعلومات من قطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة، يعني معلومات وبيانات رسمية. هي. صح يا دكتور؟ مظبوط. إذن في مشكلة زي ما حضراتكم قلتوا، ومنظمة الصحة العالمية أرقامها ودراساتها بتقول إنه أغلب حالات الوفاة في مصر بسبب أمراض القلب. صح كده؟ صح كده. القلب ما بيستناش. لا ما يستناش. ما يستناش. طب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضو، عشان بس يعني برضو يعني في حاجات اتعملت وبتتعمل، يعني احنا دلوقتي مثلا زي مطروح اتعمل فيها، يعني في احنا في شغل اتعمل وبنكمل عشان نغطي المساله فعلا. حضرتك عارف انك مسؤول عن قطاع الطب العلاجي في وزاره الصحه. تمام فهم. يعني المسؤول الثاني في الدوله عن هذا القطاع بعد وزير الصحه. تمام بتكلم صح؟ صح. طيب رقم واحد، حضرتك عارف انك مسؤول عن هذا القطاع وعن العمليات والجراحات وانقاذ الناس وعلاجهم قدام 90 مليون مصري. بالتاكيد. والاهم بقى عشان سؤالي اللي جاي. نعم. والاهم ان حضرتك مسؤول امام ربنا. بالتاكيد. طيب لو قلت لحضرتك دلوقتي، وده هدف برنامجنا يا دكتور. تمام. هدف برنامجنا ان احنا نشخص الحاله. تمام. وشخصناها. تمام. وبنقول العلاج. وبنقول الحلول. تمام. عشان نبقى بنبني. بالظبط. طيب بالظبط. لو قلت لحضرتك ما تبصليش، بص للكاميرا وقول ليه السيد المشير عبد الفتاح السيسي او السيد الاستاذ حمدين صباح واحنا عندنا رئيس غيرهم الاثنين؟ لا رسميا مفيش. خلاص واحد فيهم هيبقى رئيس مصر، قول له ايه اللي احنا محتاجينه عشان نحل المشكله دي، مش اللي بنعمله دلوقتي. يعني احنا نعمل 3 معاهد او 3 وحدات او 4 في اسكندريه والقليوبيه والفيوم وهنا، اوكي موافقين، بس اكيد حضرتك عارف ان مش دي الحل، مش ده الحل النهائي للمشكله او الكبير. واحنا بنقول ان الرئيس اللي جاي لا يملك عصا سحريه، مش هيحل في يوم وليله. بالتاكيد. بس ممكن يحطنا على الطريق في 4 أو 8 سنين. قول له الحلول الشامله ممكن نعمل ايه، اكيد درستوا الموضوع. انا مش هتكلم كتير. طيب احنا عشان تبقى الدنيا اللي حاسبك عليه ربنا. بص حضرتك، احنا 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 اهم حاجه عندنا المريض. تمام. مفيش حل تاني. تمام. كويس.
المريض محتاج ايه؟ ده اللي احنا بنفكر فيه وده اللي احنا هنمشي عليه. المريض محتاج انه لما يبقى محتاج علاج او محتاج عمليه يعملها فورا، رعايه مركزه او علاج ايا كان، يبقى هو حقه علينا انه ياخد علاجه وياخد خدمته كامله بدون ما يعرف هو مين اللي هيدفع له اصلا. تمام، ده الصح في العالم كله. بالظبط كده. احنا دلوقتي ماشيين في خطوه التامين الصحي الشامل. احنا ماشيين في ده، احنا الرئيس القادم يساعدنا في ان احنا نبتدي ننفذ ده. طب اقول لك على حاجه عشان نقدر نغطي. انا بسمع عن التامين الصحي الشامل بقالي 15 سنه. ايوه يا فندم. أيوة، وكل مصبوط. حكومه تيجي او برنامج انتخابي يجي لرئيس، حضرتك بتضحك، عارف؟ لا انا طبعا عارف. ده ضحك اللي هو مش بكلامك بس. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. كل برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسيه 2012 كان فيها مشروع التامين الصحي الشامل. مظبوط. قبليهم مبارك كان بيقول تامين الصحي الشامل. هو كل الحكومات اللي جت بتقول التامين الصحي الشامل. السؤال، هل حد يقدر يعمله ولا ده مجرد امنيه ما تتحققش في مصر؟ لا يا فندم، مش امنيه، لان احنا فعلا احنا في لجنه مجتمعه، احنا بنعمل اجتماع اسبوعي للقانون نفسه واللائحه التنفيذيه بتاعته، بنعمل التصور كامل. طبعا مجهود السنين اللي فاتت ده كله بيتبلور معانا دلوقتي في الخطوات النهائيه، وفعلا احنا اوشكنا على الانتهاء منه، وده ان شاء الله هيقدم في المرحله اللي جايه عشان يخش بعد كده البرلمان لاقراره. بس هو محتاج تدعيم رئاسي، لاني تدعيم رئاسي طبعا، لان القصة محتاجة تدعيم مادي كبير عشان نغطي الدنيا دي كلها، ونقدر بحيث ان المواطن يروح للتأمين يروح هو متغطي كل المواطنين. بالظبط يا فندم، زي ما موجود بره في ناس بتدفع القادرين وفي ناس الحكومة بتدفع لهم، فيروح يعمل عملية وزي ما حضرتك قلت ما يعرفش مين اللي دفع له. بالظبط. صح صح يا فندم. طيب تعال نشوف بقى المواطن محمد عادل مشكلته ممكن تتحل بالتأمين الصحي اللي حضرتك بتقول عليه ده، والرئيس اللي جاي هيقدر يحقق له حل لمشكلته، لانها تتعلق بطفلين، وانت عارف ان مفيش اغلى في الدنيا كلها طبعا من الضنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمني باثنين، رحمه وعبد الرحمن، والاثنين ما بيسمعوش ولا بيتكلموا. فرحمه اكبر من عبد الرحمن بسنه ونص. اكتشفنا من بعد ولادتها بست اشهر كده ان هي ما فيش كلام، ما فيش نطق. فجرينا للدكاتره طبعا ولفينا على الدكاتره وشخصوا حالتها، قالوا ان هي عندها ضعف سمع. قعدنا نعمل في المرحله الاولانيه جلسات تخاطب في جميع المراكز بجمهورية مصر العربية كلها. مستشفى عين شمس التخصصي دلونا على عملية هناك اسمها عملية زرع كوكعة، بتتكلف 160,000 جنيه. بصراحة بعنا كل حاجة عشان نكون 160,000 جنيه للعملية بتاعت رحمة دي. بعد ما عملت العملية الحمد لله قالوا لنا العملية مش كل حاجة، بعد العملية لازم تعمل جلسات تخاطب. الى ان شاء ربنا سبحانه وتعالى فوجئنا ان عبده الصغير نفس الوضع برضو، ما فيش سمع ما فيش كلام. فحبينا نجري بعبده شويه فتركنا رحمه شويه، فلقينا عبده برضو نفس الوضع عايز يعمل العمليه. فطبعا ما فيش امكانيات، كان الفلوس اللي معانا في البدايه خلصناها لعمليه رحمه، فما كانش في امكانيات خالص لعبده بصراحه. فكنا بنعمل له جلسات تخاطب، فبدانا نعمل الجلسات لرحمه والعبد. فكانت الجلسات بتتكلف الاثنين ب 200 جنيه في الاسبوع. فاثناء مشوار عبده من قيمه 6 اشهر كده فوجئنا ان هم تموا فصل من الشغل. بنناشد السيد الوزير ان هو يخفف المبلغ بتاع العمليه دي علشان عبد الرحمن وغيره يبداوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه زي اي طفل. رحمة وعبد الرحمن ولد وبنت زي الفل زي الورد.
لا بيسمعوا ولا بيتكلموا، ومشكلتهم تتحل بانه حد، ان حد الدوله بقى، الحكومه، حد فعل خير، حد قلبه بيحس يحل لهم مشكلتهم. والاب على يعني حتى هو بيقتطع من قوته هو وزوجته ومن قوت ابنائه عشان يعمل لهم العلاج ويوفر لهم العلاج، اتفصل من شغله كمان. يعني دكتور محمد عزيز، الرئيس اللي جاي ايا كان مين هو، حضرتك لو 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 طلبك بعد الحلقه دي وقال لك حد من الاثنين المرشحين او الاثنين المرشحين، قال لك يا دكتور محمد بخبرتك دي كلها وشعرك الابيض ده في المهنه دي، قول لنا ايه الحل عشان رحمه وعبد الرحمن وعشان ملايين غيرهم في نقاط سريعه. الامل، الامل ده ان احنا نعمل قصر عيني في كل محافظه، مش معهد قلب، انا بتكلم على قصر عيني في كل محافظه. قصر عيني في كل محافظه. قصر عيني معناه مستشفى على مستوى عالي بامكانيات بشريه وتقنيه واجهزه وكل حاجه تتعمل في كل محافظه. ده ممكن تحقيقه، مش صعب. المستشفيات اوريدي موجوده، احنا هنختار مستشفى في كل محافظه. ده امل عندي، ده حلم، لكن انا بتكلم مع معهد قلب، انا بتاع قلب وخلاص، لكن انا بتكلم كحلم. عندي مستشفيات كويسه جدا في محافظات كتير، اقدر اختار مستشفى بينهم، واتيفر بقى، مستشفى جامعي، مستشفى معاهد تعليميه، مستشفى طب علاجي، ايا كان، خد احسن مستشفى في المحافظه ودي نديها امكانيات بحيث ان اهل المحافظه دول ما يسافروش القاهره يتعالجوا، يبقى عندهم القصر العيني بتاعهم في المحافظه بتاعتهم. احنا نقدر بالاداره وبالاراده نقدر نعمل ده؟ ممكن. هقول لحضرتك دلوقتي المشكله حاجتين اتنين في منتهى الخطوره ومكلفين جدا، مكلفين مش ماديا، مشكله تمويل ومشكله قوه بشريه توظفها زي ما حضرتك عايز. التمويل بخبرتي في السنتين الاداره اللي قعدتهم، طول عمري جراح، في السنتين الاداره اللي قعدتهم ممكن يتحل. يمكن انا في معهد القلب عندنا برضه حريه حركه شويه، لكن مع مستشفيات العلاجيه في اماكن نائيه ممكن تبقى الامور مش كده قوي، لكن بمساعده بقى، ده مشروع قومي بمساعده المحافظه، بمساعده رجال الاعمال بتوع المحافظه، بنكتب لسته بالتجهيزات المطلوبه لتجهيز المستشفى القائمه، مش هبني مستشفى، مستشفى قائمه محتاجه تجهيزات معينه، بحيث احول المستشفى دي لتبقى مؤهله مجهزه بكل حاجه انا محتاجها. واجيب اشوف كوادر بشريه، اجيب الكوادر البشريه ازاي؟ والله الوزاره مليانه، بس انا دلوقتي بدفع، الوزاره بتدفع فلوس، والكوادر اللي الكادر الجديد اللي بيتعمل بندفع فلوس، يبقى لازم طالما بدفع فلوس لازم الاقي مقابل، مش هدفع فلوس فرده والناس تقعد تشتغل بنفس الطريقه، لا، انا لازم ادفع فلوس ولازم اخد الخدمه زي ما انا عايز كوزير او كوزاره او كده. يبقى انا بطلب الخدمه بالطريقه اللي انا عايزها من دكاتره الوزاره، دكاتره المستشفيات العلاجيه، المستشفيات التعليميه، من الجامعات الاقليميه اللي موجوده. الكوادر موجوده بس احنا نعرف نوظفها. يبقى المشكلتين التمويل والتجهيز والكوادر البشريه، وقبل كل ده الاراده. الاراده. متفائل ان احنا نقدر نعمل نظام تامين صحي شامل؟ انا فلسفتي لو بقى في اراده كده. انا قريت انا برضو مش في اللجنه اللي الدكتوره هشام بيه واساتذتنا في الوزاره بيعملوها، انا مش في اللجنه اللي ببص على مشروع التامين الصحي، لكن قريت في ورق كله بيتكلم على التمويل. لكن طيب مش عارف ازاي هنصرف وازاي هندفع، لكن ازاي؟ طب انا دلوقتي انا عايز امنع الناس تيجي تتعالج في القاهره يتعالجوا في محافظتهم، الكلام ده مش مذكور. انا عايز اروح لهم، اديهم الخدمه هناك. ده موجود في خططكم؟ طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس عشان تجاوب عليها بالمره. اتفضل. هو بره في امريكا في الغرب مثلا مواطن مقتدر ممكن اشتراكه الصحي لو اتعالج ممكن يكون 2000 جنيه سي مثلا، بقول 2000 جنيه، فندفعه 5 ندفعه 10. القادر علشان نعالج جنبه واحد مريض او اثنين مريض بالظبط. طب انا مثلا مستعد ادفع قد العلاج اللي ممكن احصل عليه 3 أو 5 مرات في السنه، هل نظام التامين الصحي هيدفع القادرين علشان يعالجوا غير القادرين؟ وهل عندكم فلسفه ان العلاج يروح للمواطن مش المواطن كله يجي القاهره؟ تمام. هو نظام سريعا عشان التتر نازل دقيقتين. نظام التامين هو طبعا احنا اهم حاجه في الموضوع الاشتراكات، طبعا مقسمين الشركات درجات زي ما بتقول كده حضرتك.
على كل مستوى بيدفع ايه، وده كله ده نوقش وتم وضع اعتبارات ليه. ده مهم جدا. الحاجة التانية احنا بنرفع مستوى المستشفيات عشان تقدر تتعامل مع التأمين الصحي الجديد. احنا عاملين خطة لينا ان احنا في خلال 5 سنين تبقى مستشفياتنا مؤهلة لتقديم كل الخدمات، خصوصا احنا عندنا حوالي 59 مستشفى على مستوى الجمهورية. احنا في خطة لرفع مستواه دول بداية، زي ما بيقول الدكتور كده، مستشفى تبقى تقدم الخدمة الثالثة او الخدمة العالية عشان نقدر نوفي هذا للمرضى، وفي نفس الوقت نبقى جاهزين للتأمين الصحي الشعبي. هل الاستراكات الجديدة اللي انتوا عملتوها دي اللي هي مثلا مجد يدفع 10,000 سيد يدفع 5,000 ده مثلا اللي عملتوها دي هتوفر التمويل ولا لسه في مشكلة تمويل؟ لا، هيبقى في مشكلة تمويل لسه طبعا، لسه في مشكلة تمويل. طبعا لازم احنا هناخد، لازم الحكومة هتدينا دعم لهذا الموضوع، لان الموضوع مش قليل. الحكومه هتقول لك منين؟ لا يا فندم، بص احنا مش حكايه منين، ما احنا في موازنه الصحه هتزيد، يعني أصلاً موازنه وزاره الصحه اللي هتزيد بحكم الدستور الجديد. أيوة، مع اشتراكات المواطنين القادرين نقدر نعمل التوازن ده، تقدر تغطي علاج المواطنين المصريين كلهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نغطي ده. لو في شهر 6 زي ما قالوا في اول شهر 6 بقى في رئيس مصر، نعم، طبيعي في الانتخابات ان شاء الله طبقا للجدول الزمني، لو مشينا ورئيس مصر جه اول يوم وهو بيحكم قال لكم يلا نبدا في التامين الصحي ونبدا في المشروع، ممكن نتائجه تبدا بعد كام سنه تظهر؟ في مرحله انتقاليه تاخد حوالي 5 سنين، وبعدين التنفيذ يبتدي بعد 5 سنين. لازم يبقى في مرحله انتقاليه 5 سنين. طب انا لو رئيس جاي وهقعد 4 سنين اعمله لك ليه؟ وهيظهر نتائجه بعد 5 سنين. احنا كلنا بنشتغل لمستقبل لينا ومستقبل اولادنا. نفترض ان اللي جاي هيشتغل كده ان شاء الله، انا متاكد ان احد المرشحين الاثنين سواء حمدين صباحي او السيسي هم بيشتغلوا اكيد لمصر. اكيد بيشتغلوا لمصر. اوكي، اشكر جدا حضرتك دكتور محمد عزيز عميد معهد القلب القومي التابع لوزاره الصحه، شكرا جدا ونورتني. ربنا يكرمك. وانا اسف ان انا خليتك اتاثرت، بس ان شاء الله خير. انا معلش، انا جالي كده على طول. يا رب. وبشكر الدكتور هشام عطر رئيس قطاع الطب العلاجي بوزاره الصحه، نورتني وشرفتني. لا زلت متفائل وادعوكم للتفاؤل، وان شاء الله باذن الله الدنيا هتبقى افضل بكتير، ويجي الرئيس الجديد ويبدا في نظام التامين الصحي الشامل، حتى لو تظهر نتائجه بعد 5 سنين بعد فتره ولايته الاولى، لو اشتغل صح هنجيبه مره تانية، وبعد ما يجي المره التانية ويخرج بحكم الدستور هندعي له، وهيبقى اجره كبير جدا عند ربنا. ان احنا مضطرين طول الوقت، مفيش حل غير ان احنا نلجا لربنا يحل لنا مشاكلنا، وان شاء الله خير. اشكر حضراتكم جدا، واشوفكم الاسبوع الجاي الساعه 9 يوم الاربعاء في لازم نفهم، واترككم مع زميلي العزيز الاستاذ خير رمضان في حلقه جديده من برنامج ممكن.